حقيقة يعني حاجات جميلة جدا في الأيام اللي احنا بنعيشها دي، وكل ما الواحد يعني بيعيشها مرة تانية ويبقى ليه العمر ان هو ربنا يكتب له رمضان جديد، بيبقى سعيد بيها طبعا. مع الذكريات دي. طب انا عايز أسأل حضرتك، في وسط البطولات يعني ايه أصعب رمضان مر عليك؟ والله هو أصعب رمضان من ناحية البطولات. إحنا أولا في الماتشات بتبقى في شهر رمضان غالبا بيقللوها قدر المستطاع، لكن حصل أنا حضرت وأنا لاعب كان في بطولة في شهر رمضان، كان المرحلة النهائية من الدوري، وكان كنا إحنا خسرانين من النادي الأهلي في الدور الأولاني، وكانت المباريات في بني سويف، فكنا طبعا مشقة في الصيام ان انت تسافري، كنا ساعتها بنسافر في نفس اليوم بتاع المباراة، مش زي دلوقتي نسافر ونقعد في اوتيل ويريح. اه والكلام، طبعا. لا. وكان المباراة دي لازم تكسبيها علشان تلعبي مباراة فاصلة ويبقى املك انك تاخدي الدوري موجود يعني. وفعلا سافرنا احنا اول المباراة التانية وفوزنا في المباراة التانية، بقى في مباراة فاصلة فالمفروض ان احنا هنلعب مباراة تاني يوم على طول، فاتفاجئنا ان المدرب بيقرر ان احنا لازم ننزل للقاهرة ترجعوا ونيجي القاهرة وترجعوا تروحوا بني سويف تاني ونيجي يوم. بني سويف تاني يوم يا تاني، نهار أبيض، وأيده في كده وده في رمضان. المساعد في رمضان، ورجعنا تاني يوم وفزنا بالمباراة التانية كانت الفاصلة، وكنت ما انساهاش لان كان فيها تطبيق نظام جديد الفولي بول. طبعا حضرتك عارفه لازم تخلصي الشوط فارق نقطتين، لا في البطوله دي كان لسه في اقتراح ان ممكن بدل ما الشوط يطول ويوصل لل 20 و25 وال30، كان اقتراح ان انت 16 الكل اللي يجيب النقطه ال 17 يبقى يخلص الجيم ليه خلاص. الشوط. فاحنا كنا في الشوط الرابع بنلعب ومش عارفين، و16 الكل وجبنا النقطه ال 17 ومنتظرين في الملعب، وفزتوا وانتوا مش عارفين. لقينا الكابتن حسن احمد الله يرحمه الحكم الدولي ناهي خلاص على حسب لائحه الاتحاد الدولي ان كانت خلاص المباراه خلصت والشوط خلص. طبعا ما صدقناش، وكانت واقعه ما تتنسيش في رمضان يعني. كانت المباريات قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ كانت بعد الفطار. يعني بعد الفطار، قبل الفطار متهيألي اللاعب مش هيقدر ينتج زي يعني. هي المباراة بعد أكيد الفطار. برضو عشان كانت في مصر وكده كانوا مراعين إن في صيام يعني، أوقات بتبقى لو حاجات في أوروبا ما بيبقاش عندهم ال لا في أوروبا طبعا أنت مضطر إن أنت تلعبي يعني بتلتزمي بالنظام اللي بتحطها الدولة أنت بتلعبي فيها، سواء كانت بقى لو أنت لعيبة بتلعبي محترفة أو لو بطولة فيها منتخبات يعني. حصل معانا كنا في أسبانيا وكان اليوم طويل جدا يمكن 19 ساعة بنصومها، وكانت الماتشات في ماتشات كانت في وسط الصيام، فكنت مضطرة ان انت تلعبي، وكان في لعيبة بتلتزم بالصيام فعلا، في لعيبة طبعا ما بتقدرش عشان تأدي، لكن الحمد لله يعني حتى الصايمين كان أدائهم كان كل بيشيد بيه.